يلا يا سمير الفطار جاهز. على اقل من نهر مش اصفر بسكوت، بعمل له مزمبلين. بلاش مزمبلو، انا بقى عايز انزل ولسه ما لبستش ومستعجل على الشغل. مفيش نزول من البيت. ايه ده؟ ده هي قربت تقوم يا سمير وكده مستعجله، انا عايز الحق. شوفي تقوم تقعد تقف تنام، انا ماليش دعوه. يعني ايه؟ هو الجدع اللي اسمه رؤوف ده مش هو برضه اللي هيسوق الطياره؟ اه طبعا. يا سلام، ومالك بتقوليها بنحناحه كده؟ طب مفيش خروج من هنا. سمير يا حبيبي بطريقتك دي هنتكشف. كان قدامي وبيعاكسي، من ورايا بيعمل ايه؟ هو لا يقدر يعمل حاجه، وبطل بقى، انت مش صغير. شايفك بتتنططي مع سراقوف وانت حامل، وعايزاني اعمل لك ايه؟ اسقفلك؟ يا مؤاخذه يا بسكوت، المفروض انك انت قدامهم اخويا مش جوزي. انا اكتر من كده، انا صحيح دكتور حيوانات لكن انسان من دم ولحم وبحش بحس، وما اسمحلكيش ابدا انك تركبي في طياره واحده مع الجدع اللي اسمه رؤوف ده. يعني ايه بقى؟ عايزنا نركب طياره هو يركب طياره تانيه؟ اركبي انت طيارتك وهو يحصلك بحمار. ماله الحمار؟ كويس الحمار. وبعدين فكري كمان في فلسه اجبادنا، حرام عليك اتمرمطيه بالشكل ده. كويس اني عملت اللي اتفقنا عليه يا مسكين.